تاروت اختار كارت مشاعر الحبيب اتجاهك، رأيه فيك، وكيف تسير العلاقة ما بينكم. موضوع فيديو النهاردة. بنرحب بالجميع في قناة كارمن جوليا قارئة التارو والكوتشينا. إذا كنت أول مرة تشاهد هذا الفيديو، نرحب بك ونطلب منك أنك تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يصلكم كل جديد منزل في هذه القناة، سواء توقعات الأبراج عبر اللايف أو إشعارات الفيديوهات اللي بننزلها كل يوم في مختلف العناوين، زي عنوان النهاردة تاروت اختار كارت مشاعر الحبيب اتجاهك، رأيه فيك، كيف تسير العلاقة بينكم. حيكون الاختيار حسب طاقة الحبيب، لأننا حنهكر عقله مش طاقتكم انتم. يعني يا ناس افهموا حاجة، لما تكونوا عاوزين تعرفوا حاجة عن حد لازم نجيب من طاقته هو مش من طاقتكم انتم، فلازم نختار من أول حرف من اسمه هو وليس من اسمكم. تمام. الاختيار الأول هيكون حسب أول حرف من اسم الحبيب: ألف واو نون ياء فاء هاء لام حاء باء سين طاء ضاد دال ذال، أو اختيار الحجر اللي على هيئة ورقة شجر العسلي ده. تمام. نحطه هنا عشان يكون على مرأى الجميع. مجموعة أولى، أو نحطه هنا، استنوا عشان ما يظهر ليكم، نحطه هنا أحسن كده هيكون واضح. المجموعة الثانية حسب أول حرف من اسم الحبيب: تاء ثاء جيم خاء راء زين شين صاد ضاد عين غين قاف كاف وميم، أو اختيار المسبحة الرصاصية دي. تمام. المجموعة الأولى، كيف يراك الحبيب، أو مشاعر الحبيب اتجاهك، رأيه فيك، وكيف تسير العلاقة. مش هنختار كروت فتيرة، دقيقة فقط، نعتذر عن صراخ الجيران، فهم دايما كده لما ينزلوا ويطلعوا لازم كل الناس تعرف بذلك. يلا ناخد كارتين من هنا وناخد كارت من هنا. تمام. طاقتكم انتم، طاقة انتظار حركة من عند الحبيب ده. في أمور ما بينكم معلقة، يا إما أمور مادية، في فلوس ما بينكم، يا إما فيه وعود لم يوفى بها، فأنتم منتظرين حاجة من الشخص ده. الله أعلم إيه الحاجة دي، أنتم أعلم. في حاجة مستنيينها من الإنسان ده، يا إما رجوع، يا إما إرجاع حقوق، يا إما توضيح حاجة حصلت ما بينكم. دي طاقتكم أنتم، طاقة الشخص ده. طاقة The Wheel of Fortune، هو غالبا حاليا بيسعى وراء أهم الدنيا، مع أمور الدنيا، مع مشاغيله في الدنيا. غالبا الشخص ده مشغول في شغله، أو بيرتب على أمور، أو زي ما قلت لكم بيرتب في شغله، مركز في شغله، ربما فاتح مشروع. الشخص ده عاوز يعني يكون مستقبل ليه، وتكون عنده راحة مادية عشان ما يقعدش في المشاكل اللي هو بيتخبط فيها حاليا، لأنه حاليا عنده مشاكل يتخبط فيها. تمام. نشوف دلوقتي مشاعره اتجاهك، رأيه فيك، ومسير أو كيف تسير العلاقة. الشخص ده شايفك إنسان ما تلقاش معاه كده صدفة بس، لأ، علاقة قدرية من عند ربنا، علاقة قدرية من عند ربنا جمعت ما بينكم. يا إما أنتم متجوزين، يا إما أنتم في علاقة عاطفية، يا إما في حصل حاجة فرقت ما بينكم، وغالبا في طرف ثالث هنا في العلاقة ما بينكم للبعض منكم. عشان كده ربما أنتم كيتوا هنا عشان تشوفوا رأيه فيكم أنتم، بغض النظر بوجود الطرف الثالث ده. غالبا الحبيب هنا مشاعره من ناحيتكم مشاعر حب، مشاعر نقية، مشاعر حنية، شايف نوع من طاقة
فيها راحة. غالبا أنتم بتدوا طاقة لكل الناس المحيطة بكم، تشعون كأشعة النجمة، والنجمة بتجيب النور بتاعها أساسا من الشمس، حتى وتغيب الشمس تسيب أثر، الأثر بتاعها هي نور النجوم، نور القمر، وده اللي بيدخل نوع من الرومانسية، نوع من الطاقة الروحانية. الإنسان ده شايف كل ده فيكم، إنكم منبع ومصدر لسعادة ناس محيطة بيكم، بتريحوا أي حد يكون معاكم، سواء عيل، ست، راجل، حتى الحيوانات يعني بتألفوا، يعني بترجعوها أليفة. Vous apprivoisez les animaux، يعني بتجعلوا من الحيوانات أليفة. شايفكم كده، يعني من الناحية الروحية شايفكم كده. حتى والشمس لو تغيب، زي ما قلت لكم، تسيب الأثر بتاعها في ضوء النجوم وضوء القمر. كمان الشمس لما تغيب تسيب أثر الدفء بتاعها على الأرض لمدة 8 ساعات. فأنتم شايفكم كده، حتى في غيابكم وجودكم حاضر. يعني بصوا، حتى في الغياب الوجود بتاعكم حاضر، طاقتكم موجودة، بتسيبوا أثر جميل جدا في أي في نفسية أي إنسان يتلاقى معاكم في حياته. ناس طيبين، ناس بتساعدوا، حتى ولو ما عندكمش بتساعدوا، بتعملوا اللي عليكم. ناس قياديين، زي ما نشوف the page of wands، مهتمين بكل تفصيلة من تفاصيل حياتكم. مهما كان التحدي بتقبلوه، بتتحدوا، وبتسيروا حياتكم بمفهومكم انتم وبطاقتكم انتم. ليه؟ لانه عندكم دروس اخدتموها من حياتكم سابقا، مش حياتكم السابقة، يعني في السنين اللي فاتت اهو. طوال اند لابوخ، يعني العمل والكد والشغل، بصوا التعب بتاع الست دي وهي بتشتغل. يعني شايف انكم اخدتم دروس فيما عانيتم به في الماضي، عشان كده بالدروس دي انتم تقبلوا اي تحدي يكون قدامكم، بترفضوا اي حاجة هي مش متناسقة مع مفاهيمكم او تفكيركم. ناس ما تحسبوش للخطورة، لانكم عارفين انه عندكم 7 أرباع زي القط، حتى ولو تسقطوا على الأرض تسقطوا على رجليكم. مفيش يعني حد يقدر يقنعكم بحاجة أنتم مش مقتنعين بيها. مفيش حد يقدر يتحداكم ويتوقع ردة فعلكم، لأن ردة فعلكم جاية من طاقة روحانية. كارتين دول طاقة روحانية، بمعنى إن عندكم حماية إلهية، يا إما عندكم بصيرة، يا إما عندكم انفتاح تالتة، يا إما عندكم روحانيات بتحميكم من أي أذية تيجي لعندكم. بتشوفوها في الحلم، بتشوفوها كإشارات، ناس بتيجي تقول لكم، وإنتم يعني بدون ما تبذلوا أي جهد. فمفيش حد يقدر يتوقع ردة فعلكم أو فكرتكم اللي انتم عاوزين تعملوا بيها تحدي للتحدي ده اللي هو قدامكم. غالبا الشخص ده انتم في علاقة ثلاثية للبعض منكم، او فيه عامل ثالث مشترك ما بينكم ادى للعلاقة للتزعزع شوية. ربما انتم منفصلين، ربما انتم متباعدين في علاقة باردة، فيه طرف ثالث متدخل في العلاقة، وهو دلوقتي زي ما قلت لكم رغم غيابكم انتم حاضرين. بصوا هنا الجسر مش واضح كويس، لكن هنا واضح. رغم غيابكم انتم دايما حاضرين في عقله، في باله، في مخيلته، وهو بيشتغل انتم في باله. اي مكان كان بيكون فيه انتم في باله، في حاجات كتيرة بتفكروا بيكم، مشاعره مشاعر حب، اشتياق، مشاعر
جت بعد ما عمل تحليل للعلاقة بتاعتكم وعرف انه انتم ناس عادلين، دخولكم في حياة اي شخص ليس له يعني مش لأي معنى، مش ليس يعني ملهوش أي معنى، لأ له معنى وله هدف قد قرره ربنا سبحانه وتعالى. زي ما كنتم انتم الجايدز او الجيد سبيريتشوال او القائد الروحي لأي شخص، ربنا بحطكم في طريقه. تمام تمام. الطرف الثالث ده في كيف تسير العلاقة بينكم دلوقتي، هو اللي مش سايب الشخص ده ياخد قرار فيما يخص العلاقة بتاعتكم، لان غالبا هنا انتم الاتنين متوجعين، انتم الاتنين مجروحين، هو مش قادر ياخد خيار او يختار ما بينكم وما بين الحاجة دي اللي بتبعد ما بينكم انتم الاتنين، ولا انتم قادرين تنسوا الانسان ده او تنفصلوا عنه، في جراح متبادلة ما بينكم انتم الاتنين. يعني الظروف اللي انتم عايشينها اللي انتم الاتنين او ظروفه هو خاصة مش سامحة للعلاقة على انها تتطور اكتر من اللي هي عليه دلوقتي. تمام تمام. ناخد نصيحة من الكروت ونشوف. تنصحكم بإيه؟ get more information، خدوا معلومات أو ابحثوا على معلومات أكتر، يعني ما تقعدوش ask for help from other، اسألوا ناس تانيين للمساعدة. trust الحقيقة. غالبا هنا الطاقة بتاعت الكروت بتاع النصيحة بتقول لكم إيه، ابحثوا على ناس عندهم حكمة في تفسير بعض الحركات أو بعض الأفعال أو ردة فعل أي حد أنتم معاه. الناس دول أو الشخص ده اللي هتسألوه هيديلكم معلومات ما كانتش في عقلكم، وهيأكد عليه ليكم كمان بعض المعلومات أنتم كنتم عارفينها من السابقة. فلما تسألوا حد مثلا، أديلكم مثال، أنا عاوز بحب مثلا كيكة الليمون، بحبها أيوة، لما أدخل على اليوتيوب أدور على الوصفة قال أعدة فيديوهات بتدي وصفات مختلفة لنفس الكيكة دي اللي أنا عاوزها، أنا هعمل إيه؟ أقارن ما بين الفيديوهات دي كلها وأخد وصفة واحدة عشان أعمل كيكة ليمون، تورتاية بتاعت الليمون، مش هاخد كل الفيديو واطبق الوصفة اللي فيها، يعني مش هنتهي فيه وصفات كتيرة. فهنا الكروت بتقول لكم كده، حاولوا تشوفوا شخص حكيم احكوا له الوضعية اللي انتم فيها عشان تضيفوا لمعلوماتكم معلومات جديدة وتخرجوا بالحقيقة او بالمنطق او بالحل لسيرورة هذه العلاقة. تمام تمام. نشوف دلوقتي ما هي الأبراج التي تنطبق عليها القراءة دي، 100% 80% 60% و50%. أين هي الأبراج؟ أي بس أعتذر، أهم الأبراج التي تنطبق عليها القراءة دي 100% 80% 60% 50%. 100% برج الأسد، برج السرطان، وبرج العقرب. 80% برج القوس، برج الجدي، وبرج الدلو. 60% برج الثور، برج الحمل، وبرج الجوزاء. أما الأبراج المتبقية ميزان وحوت وعذراء 50%. نمر دلوقتي لأصحاب القراءة الثانية اللي اختاروا أول حرف من اسم الحبيب الأحرف دي، تاء ثاء جيم خاء راء زين شين صاد ضاد عين غين قاف كاف وميم، أو
اللي اختاروا المسبحة الرصاصية دي. تمام، نبدأ على بركة الله نختار الكروت. عشان نشوف مشاعر الحبيب اتجاهك، مشاعر الحبيب اتجاهك، رأيه فيك، وكيف تسير العلاقة ما بينكم. كارت أول، كارت تاني، كارت تالت، وكارت رابع عشان يكون شوية مكان. أهو الأحرف قدامكم. كارتين من هنا، كارتين من هنا. طاقتكم انتم، طاقتكم في الطاقة The Page of Pentacles. هو في الايس اوف بنتكل فيه عقدة في العلاقة، عاوزين تعرفوا حلها. في مشكلة في حياتكم، عاوزين توصلوا للطريق اللي هتوديكم لحلها. يا اما عندكم اعوزاز مادي، يعني ما عندكمش فلوس وتدوروا على فلوس، يا اما اهو كارت الورد، يا إما أنتم غالبا، بصوا كده، يا إما أنتم غالبا متجوزين أو متطلقين، لكن أو the lovers غالبا، يا إما أنتم متجوزين في علاقة ثلاثية، يا إما شايفين أن الإنسان ده أو الإنسانة دي مشغولين في شغلهم عنكم، وغالبا في فرق سن ما بينكم، أو فرق في مكان التواجد، أو فرق في اللهجة. أهو قلت لكم في طرف ثالث في العلاقة، في طرف ثالث، يقدر يكون الطرف الثالث ده بعد في المسافة ما بينكم، فرق في عادات وتقاليد، يكون في طرف ثالث كحبيبة أو زوجة أو حبيب أو أمه، في عادات وتقاليد، في عقدة. عشان كده شفنا في الطاقة بتاعتكم إنه في عقدة عاوزين توصلوا لها أو تحلوها. طاقة الشخص ده، طاقة في السيفن أوف وانز، غالبا عمل لكم بلوك الشخص ده. أهو The Three of Pentacles. الشخص ده طاقته غالبا عمل لكم بلوك، لكن بدأ يشتاق لكم، بدأ يكون عنده حنين ليكم، بدأ يفكر فيكم ازاي يحل المعادلة او المعادلة دي في العلاقة الثلاثية اللي ما بينكم. وغالبا الشخص ده مشغول جدا في شغله، عامل شغله هو المرتبة الاولى مش العاطفة. تمام، شايفكم ازاي، مشاعره اتجاهكم، شايفكم ازاي، رأيكم، رأيه فيكم، مشاعره من ناحيتكم، وسيرورة العلاقة، مسير، يعني مصير العلاقة أو مسيرة العلاقة ما بينكم. تمام، أعتذر عن الصوت ده من عند الجيران. قلت لكم في فرق ما بينكم، في فرق ما بين في مكان التواجد، أو فرق في العادات والتقاليد، فرق في اللهجة، فرق في لون البشرة، في فرق معين. تمام، والعلاقة غالبا منفصلين، انتو منفصلين او في علاقة باردة او متطلقين، علاقة ميتة او مستجنية، الاستجني يعني متوقفة. الشخص ده مشاعره من ناحيتكم مشاعر حب. The King of Cups. هتقول لي ايوه ازاي بيحبني وهو طلقني او هو متواصل معايا وعمل لي بلوك. اتبعي القراءه وهقول لك. الشخص ده بيحبك مش ما بيحبكيش، لكن زي ما قلت لكم مقيد بعادات وتقاليد، مقيد
بمسؤولية فوق طاقته، فوق طاقته. عيال، جد، أب، أم، إخوات، حاجات كتيرة. فاللي شغله عنك أو اللي دفعه على إنه يعمل بلوك، المشاكل اللي عنده أو الطرف الثالث ده، يمكن يكون عيلته، عياله، شغله، المسؤوليات اللي عنده، لكن مشاعره هو ليك أنت. فهو مش هيقدر يكره أولاده أو يكره أمه أو أبوه أو إخواته، وبيحبهم يعني بنوع آخر، حبه ليهم بنوع آخر، لكن مقيد بحكم العادات والتقاليد على إنه يلبي طلباتهم كلهم. تمام. الشخص ده بيحبك، لكن مش لاقي طريقة إزاي يفهمك كل الكلام اللي قلته دلوقتي. هو غالبا شايف إنه يعني هو بحد ذاته محتار إزاي يفهمك، إزاي أنا هفهمك، يعني هو محتار إزاي يفهمك. أظن إنه في سابقا أفهمك هو كانت أمنيته إيه، وإنك أنت أو أنت الشخص اللي تمناه من منذ الصغر. في علاقة روحية ما بينكم، زي الأب مع بنته، الأم مع ابنها، حاجة زي كده. والشخص ده شايف إنه مستحيل يقدر ينفصل معاكي، مستحيل يكون في انفصال ما بينكم. حتى ولو كانت العلاقة أنتم منفصلين، ففيه رجوع ما بينكم، ورجوع قريب للي هم منفصلين أو في علاقة باردة، في إحياء للعلاقة مرة تانية، إحياء للعلاقة بطريقة مفاجأة، يعني مفاجأة. الشخص ده رأيه أنكم أنتم شايفين أن حبه ليكم ما هو إلا منفعة مادية، لكن في الحقيقة في طريقة تفكيره هو شايف انكم انتم الاتنين بتكملوا بعضيكم، لان غالبا البعض منكم هنا انتم مستقرين ماديا. يعني الفرق ما بينكم انكم انتم مستقرين ماديا عليه، هو على الطرف التاني بتاعكم. فهو في تفكيره رأيه فيكم انكم انتم متكاملين. هو شايف انه لما انتم تساعدوه مثلا في مشروع، تساعدوه في اي في تسيير المشاكل اللي عنده والمسؤوليات اللي عنده، هيكون فيه وضعية ليه زي وضعيتكم، the king والكوين. يعني هو شايف انه مثلا تعبه والمسؤولية اللي على عاتقه وعدم الاستقرار المادي اللي فيه مش قد مقامكم انتم، لانه انتم الكوين، انتم اللي انتم حاجة كبيرة بالنسبة له، عظيمة. فبالنسبة له حبه لوحده مش هيكفي، مش هيكفي. مساعدتكم ليه يعني مثلا تدخلوا في مشروع مع بعض، تكونوا شركة مع بعض في مشروع، تشتغلوا مع بعض، هيكون مستواكم نفسه، يعني في نفس، تكونوا في الاتنين في نفس المستوى، وحيقدر هو يكون مشغول بيكم أكتر من اللي كان مشغول بزمان، لأن زمان يعني دلوقتي أو زمان كان هو مشغول جدا بالمسؤوليات اللي عنده ضد أهل، يعني مع أهله، مع الناس اللي يعني عياله، ربما مطلق مرتين أو مطلق مرة وعنده نفقة بيدفعها، عنده أبوه مريض، أمه مريضة، أخته هتتجوز، أخوه هيتجوز، أخوه بيدرس، يعني هو البنك المركزي بتاع العيلة كلها. وبحكم العادات والتقاليد ما يقدرش يرفع إيده على المسؤولية دي. فهو رأيه إن العلاقة دي تقدر تستمر لو أنتوا الاتنين دخلتم في مشروع مع بعض وطلعتم مع بعض في نفس المستوى. هيقدر هو يكون يعني ماديا مرتاح عشان يصرف على أهله ويفضل ليكي ويعيش العلاقة ما بينك أنتوا الاتنين مع بعض. شايفكم أنكم أنتم عندكم هيبة، عندكم أناقة، عندكم صوت بيسمع، مش لأنه صوتك مرتفع، لا، يعني عندكم كلام لما تتكلموا الكل بيسكت، الكل يتوقف عن الكلام، يسمع لكم، ياخد حكم، ياخد حكمة. تقدر تكون العلاقة القراءة دي عكسية، يعني الكلام اللي بقوله على الإنسان اللي حطيته نيتكم عليه، اللي أول حرفه يبدأ من الأحرف دي،
أو تقدر تكون القراءة هنا لكم أنتم. تمام؟ تمام. بعد المسافة ما بينكم أو فرق اللي ما بينكم، يا إما فرق سن، فرق في مكان التواجد، فرق في الجنسية، فرق في اللهجة، فرق في السن كما زي ما قلت في الأول، شايفوا إنه عائق كبير جدا 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 على إن العلاقة دي تكون زي ما هو عاوز. ليه؟ لأنه هنا في سوء فهم ما بينكم أنتوا الاتنين. هو تفكيره إنه ارتباط ما بينكم أو العلاقة ما بينكم هي تكامل عشان تكونوا في نفس المستوى، لكن أنتم شايفينها إنها طمع، جشع، كذا 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 كذا. وهو حاليا محتار ازاي يوصل لكم الفكرة دي ويفهمكم انكم انتم اللي يعني مختاركم في حياته رغم كل المشاكل الصعاب اللي هي قدامه، فمش عارف ازاي يوصل لكم او ازاي يوصل لكم الفكرة دي. ناخد نصيحة من الكروت عشان توضح لنا الامور. تمام تمام سبحان الله. بص اسمعوا، مش الجيران اسمعوا المطر، غيث من عند ربنا، بشارة خير ان شاء الله جاية لكم. بصوا، قلت لكم بتحبوا بعض، انتوا سولميت اهو، رومانس، عاطفة، تيك اكشن، اعملوا خطوة، لوك فور سيني، فكروا شوية وشوفوا الإشارات اللي ربنا بيبعتها لكم، يا رب يا رب، ربما في الأحلام، ربما كإشارات، ريش حمام في الطريق، حاجات كده بتحسوا بيها. فهنا خدوا خطوة وحاولوا إنكم تتفاهموا مع الشخص ده، لأنه غالبا أنتم الاتنين بتحبوا بعض وأنتم علاقة قدرية من عند ربنا. دي نصيحة الكروت ليكم يا أصحاب المجموعة الثانية. نشوف دلوقتي ما هي الأبراج التي تنطبق عليها القراءة دي. 100%، 80%، 60%، 50%. 100%، نشوف الأبراج. 100% برج الميزان، برج الحوت، وبرج الحمل. 80% برج السرطان، برج الثور، وبرج القوس. 60% برج العذراء، برج الجدي، وبرج الأسد. أما الأبراج المتبقية دلو وسرطان وجوزاء، 50%. إلى هنا وصلنا نهاية هذه القراءة. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى.